طيب انا عايز ارجع للخبر الاولاني قبل ما اكمل هذه الجزئيه، واحنا بنتكلم على متحف النادي الاهلي، ان جزئيه الصفقات والانتقالات الصيفيه القادمه واللي يناير محتاجه شرح وافي، بس محتاجه تسلسل كده الواحد يشرحه بشكل متواصل عشان الناس تبقى ايه معانا في هذا الملف. لكن ارجع للخبر المتعلق بمتحف النادي الاهلي وزياره النهارده المهمه لدكتور محمد سراج الدين. طيب انا معايا على التليفون المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. باشمهندس اولا مساء الخير عليك. نور يا استاذ محمد، حياتي لحضرتك وللساده المشاهدين جميعا. اولا برحب بيك، وخلاص ابتدى الشغل الفعلي والتنفيذي منذ ان اتخذ مجلس الاداره قرارا بانشاء متحف النادي الاهلي، وحضرتك مسؤول عن هذا الملف ورئيسا للجنه المشرفه على انشاء متحف الاهلي. الخطوات التي تم اتخاذها عقب اجتماع مجلس الاداره والزياره التي تم رصدها النهارده صباحا في ملعب مختار التتش، والشركات التي تقدمت بعروض لانشاء هذا المتحف اللي بيحافظ بالتاكيد على تاريخ وتراث النادي الاهلي في الفتره القادمه. اه طبعا، يعني زي ما حضرتك تفضلت كده وقلت، هو فكره المتحف نفسه ان هو انت بقيمه كبيره زي النادي الاهلي وكيان كبير زي النادي الاهلي، حتى الان ما فيش يعني تخريج معين لتاريخه او للعراقه بتاعت النادي وبطولاته بالشكل اللائق اللي يستاهله النادي الاهلي. فكانت فكره المتحف دي موجوده عندنا من البدايه يعني، وكنا حابين برضو ان هو يكون موجود في مكان عريق زي استاد التتش. يعني يمكن انا لما كان طبعا في تكليف بالملف ده من كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره من فتره، كان في تكليف ملفات لاعضاء المجلس يعني زملائي في المجلس، فكنت انا مكلف بموضوع المتحف. فبدانا نحط تصور ان احنا المكان بتاع المتحف يكون فين، فكان انسب مكان تتش لان ده المكان العريق اللي طبعا شهد كتير من تاريخ النادي الاهلي ورموزه وبطولاته، فحبينا ان هو يكون في تكتيك لوجود المتحف ما يكونش موجود في مكان تاني. وده برضه لا يعني ان احنا واقفين يعني على او ان احنا نبقى مقتصرين فقط ان المتحف ده يكون في استاد التتش، لا هو برضه لسه خطط ومشروعات النادي الاهلي قائمه، وان شاء الله برضه المتحف الضخم او الكبير يكون موجود في استاد النادي الاهلي لما باذن الله يتم تنفيذه باذن الله. لكن المتحف الحالي ده اللي موجود ده يعبر عن تاريخ الاهلي في مكان عريق، مكان كبير اللي هو مختار التتش وفي قلب الجزيره، فده مهم جدا بالنسبه لنا. واحنا اشتغلنا على التصور ده من البدايه والفكره، وبدانا عملنا لجنه، اللجنه دي كان فيها ناس متخصصه من هندسيا وتسويقيا وحتى في التخصص بتاع المتاحف نفسه، يعني معانا استشاري كبير في المتاحف على مستوى مصر وعلى مستوى الشرق الاوسط حتى، ومعانا من النادي مدير اداره هندسيه متواجد، مدير اداره التسويق متواجد، كله يعني متواجد في هذه اللجنه لخدمه يعني الملف نفسه فكره المتحف. وبدانا ان احنا نشتغل بقى بشكل كبير على ناس متخصصه، ونشوف يعني جالنا اكثر من عرض من كذا شركه، منهم شركه يعني عالميه كبيره اللي هي نفذت ريال مدريد وبرشلونه وايسي ميلان، وبندرس ان احنا نشوف افضل تصور ايه في النهايه بيخدم الملف. طيب تواجد المتحف في ملعب مختار التتش بالجزيره، ممكن المشاهد وهو بيتفرج علينا يعتقد ان المتحف هيكون متعلق بكره القدم وتراث كره القدم في النادي الاهلي فقط. الوضع يبقى كده ولا المتحف شامل حاجات كتيره جدا؟ لا لا استاذ محمد، لا طبعا هيبقى شامل، هيبقى شامل. الاهلي مش يعني بطولاته يعني في مختلف الالعاب تمام، وحتى يعني بعيد عن البطولات وكده، تاريخ النادي الاهلي في مواقف كتيره لازم تتجسد يعني في المتحف ده كتاريخ النادي، يعني في مواقف من مجالس اداره سابقه، من مواقف للنادي الاهلي وطنيه سابقه، ده برضه هيتجسد بشكل ما في المتحف غير البطولات. والبطولات برضو مش هتبقى يجسد بس الكوره، لا الكوره بقى والباسكت والبولي والهاندبول وحتى الالعاب الفرديه اللي حققت نجاحات، وهيسرد يعني التاريخ بشكل برضو حديث، يعني بشكل تقني في تكنولوجيا حديثه هتبقى مستخدمه في المتحف ده، مش هيبقى يعني بشكل تقليدي خالص، يعني زي ما بنشوف بره في المتاحف العالميه والانديه العالميه. بس هي الفكره ان انت عايز تحطه في الستاد او في الملعب، لان بتعيش الناس الاجواء بتاعه التجربه نفسها جوه الملعب، زي ما موجود بره تروح تزور متحف برشلونه ولا ريال مدريد ولا اي نادي عالمي، بتروح بتزور الاستاد، بتعمل جوله جوه الاستاد، بتزور غرف اللعيبه، بتتصور معاها،
بتتصور مع الملعب نفسه، وبعدين بتطلع تعمل جولتك في المتحف، ويبقى في ستورز برضو، وده هيبقى موجود برضو في حساباتنا، الاهلي ستورز هيبقى مرتبط بالمتحف. يعني تعيش التجربه، يعني مش عايزين نعزلهم عن فكره انه ما ممكن يتعمل في اي مثلا صالون في النادي ولا يتعمل، بس مش هي دي الفكره. الفكره انت تبقى معايش الناس جوه اجواء النادي الاهلي والعرافه والتاريخ، ويبقى جوه ملعب برضه. وبرضه نرجع تاني ونقول ان دي حاجه هتكون معموله، مش هي النهائيه، يعني دي حاجه احنا عشان اهتمامنا بعرافه ومكان الاتش والجزيره، لكن الحسبان ان انت عندك استاد وعندك متحف ان شاء الله، ده هيكون خطط المجلس. لكن المتحف عشان في ناس كتيره تفتكر انه المتحف ده خلاص انت يعني هو ده الاختيار النهائي بتاعك، وده يعني مش هيبقى في مشروع اخر يعني، بس لا يعني هو المتحف ده موجود وفي مشروعاتك الاخرى برضو موجوده وانت مكمل. طيب مهندس سراج، عارف حضرتك سافرت دول اوروبيه كثيره وحضرت ماتشات اوروبيه، وكان ليك تواجد في نادي ريال مدريد بشكل خاص، وقابلت فرونتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد النادي الملكي، وحتى خدت دراسات تدريبيه ودراسات متعلقه كمان بالتصور الهندسي والشكل الهندسي، وده متعلق بدراستك حتى في الجامعه الامريكيه. ايه اللي شفته بره بشكل خاص ممكن مش هقول يتطبق في النادي الاهلي؟ انا عارف انك عايز تعمل حاجه افضل من اللي موجوده بره، متاحه في التوقيت الحالي بمده زمنيه قصيره، ولا محتاجه وقت عشان الناس برضه تبقى عارفه بخبرات حضرتك بما انك سافرت وشفت بعينك بشكل مباشر ايه اللي ممكن يتاخد في الفتره القادمه؟ والله يا استاذ محمد، يعني طبعا شاف بره كتير وتعايش تجارب كتيره جدا، خصوصا في ريال مدريد، يمكن عشان زي ما حضرتك تفضلت انا كان ليا دراسه كامله هناك لماجستير الاداره الرياضيه هناك، فيعني درست مختلف ملفات زي التسويق والاداره وخلافه، بخلاف طبعا التخصصي الهندسي يعني وموضوع المنشات الرياضيه، واكيد في تجارب كتير جدا الواحد شافها يعني يتمنى وبيحاول ان هو يطبقها في النادي الاهلي. والنادي الاهلي يعني بالكوادر الموجوده فيه وبجماهيريته وبتاريخه قادر على ده، يعني اكيد جايز يكون الموضوع مش يعني تطبيقه مش بالسهوله يعني الناس بتكون متخيلاها، ان احنا نطبق على طول التجربه من بره على هنا. مش بقول ان هي يعني غير قابله للتطبيق او مستحيله، لا هي تتعمل، لكن انت هنا ممكن تصطدم باجواء عامه يعني في المجال نفسه في الرياضه في مصر لسه مش مهيئه ان انت تنفذ ده. ممكن في عوامل كثيره يعني الواحد مش عايز يخوض فيها او يتكلم فيها، لكن في النهايه انت بيبقى ليك خططك، وفي النهايه برضه بتبقى ليك اصرار ان انت تنفذ ده، واحنا ماشيين على ده مفيش اي مشكله. انا عارف ان يمكن الفتره دي ناس كتير مش مبسوطه، او ناس كتير مش يعني بالنتائج او الاداء او خلافه، حقهم يعني، احنا الحزن اللي عند الناس والمجد يعني ده حقهم، واحنا برضو واجبنا ان احنا نعمل على ده ونشتغل على ده ونصحح الاخطاء، فان شاء الله الفتره الجايه تكون افضل في مختلف المجالات يعني باذن الله. ويبقى يعني ان شاء الله مجلس الاهلي برضو على قلب راجل واحد ان شاء الله التغيير وتطوير ما سبق. مهندس سراج، كلمه اخيره او رساله اخيره تحب تقول ايه في ختام هذا الحوار؟ لا يعني بتمنى ان شاء الله باذن الله يعني كل يعني مننا كمجلس كل التركيز الفتره اللي جايه شويه، بس ده مش معناه ان احنا الصمت ده ان احنا مش موجودين او متقبلين المشاكل الموجوده او الاوضاع الموجوده، لا هو بس الصمت ده لان احنا شغالين ان احنا نبقى افضل، وشغالين ان احنا نطور نفسنا اكتر ونطور من الاداء الموجود في النادي اكتر، وده ان شاء الله هيحصل الفتره اللي جايه. فكل بطلبه بس من الناس ان هي يعني في دعم ان شاء الله للنادي مش لاي حاجه ثانيه غير النادي الاهلي، والفتره الجايه هتكون افضل باذن الله. اكيد دعم للنادي ده عنوان مهم جدا حضرتك قلته في ختام هذا الحوار. المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.